قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم ده انا يا معيوني عليك سألوني ويا ما بتقلم على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم ده انا يا معيوني عليك سألوني ويا ما بتألم وبخاف لا تصدق يوم للناس واحتار واوصف للناس الجنة وانا في النار وبخاف لا تصدق يوم للناس واحتار واوصف للناس الجنة وانا في النار غالي عليا وضيع عينيا ارحم عذابي معاك. الله الله الله، هيبقى يوم جميل جدا ما شاء الله. ازيك يا دينا؟ عامله ايه؟ ازيك يا شريف؟ صديقك العزيز طبعا حبيبي منورنا. بصوا يا جماعه، النهارده معانا فنان موهوب عنده مزج كده ما بين صوت العود الشرقي وايقاع الجيتار الغربي. هو مش جايب الجيتار النهارده بس معاه العود على الاقل، لكن بيقدم ده بطريقه مميزه جدا وبيقدم موسيقى مختلفة، ممكن قديمة ممكن عصرية. قدر من خلال مشواره الفني وألبومات وكمان ان هو يكون له بصمة خاصة على الساحة الفنية. نرحب بيه بقى من أول وجديد، هو المطرب وعازف العود والجيتار أدهم عاصف. ازيك يا أدهم تاني؟ أهلا بيك يا شريف. ازيك يا أدهم؟ أخبارك إيه؟ وأنا جدا كده متأخرة يعني، كان فترة من بدري شوية. فترة أيوة. الحمد لله إن هي جت إن شاء الله. أدهم، أنت أساسا دراستك كانت حقوق، دي معلومة برضو ما كنتش اعرفها خالص يعني، وبعدين رحت للموسيقى وتنوعت في مشوارك الموسيقي، يمكن في وقت قليل قدرت تتعمل ما شاء الله اسم وشخصية موسيقية وكمان يبقى عندك كمان اغاني اوريجينال او اغاني خاصة بيك. احكي لنا كده حكايتك ايه وجات ازاي القصة دي وايه اللي وداك من حقول المزيكا؟ هي البداية كلها في مسرح الجامعة. اوكي. حقوق عين شمس. اوكي. دخلت انا طبعا ما يعني ما كنتش عارف، هو مجموعي فدخلت حقوق فعشان احب الدنيا هناك والجامعة فدخلت المسرح. حلو. كملت المسرح، هي كانت البدايه بقى، واشتغلت حتى وانا في حقوق، اشتغلت بقيت اعمل حفلات واشتغل بالليل من وانا في حقوق. كان حلمي بقى من يعني من وانا في الكليه ان انا اخش اكاديميه الفنون مع موسيقى عربية. فاول ما خلصت رحت المعهد على طول. اوكي. وقد كانت بقى ابتدت بقى بقيت بقى في فرقه ام كلثوم في المعهد، بعد كده اعمل حفلات ليا خاصه كده اوريجينالز، بعد كده بقيت اعمل حفلات بره في السعوديه. دايما المطرب بيختار يا اما عود يا اما جيتار او العازف حتى، لكن عود مع جيتار دي معادله غريبه قوي. انا الجيتار ده اتعلمته وانا في ثانوي كده يعني بالودن سماعي. العود بقى درسته في المعهد بس انا حبيت العود اكتر يعني. حبيت العود اكتر من الجيتار. كتير. انت انهي لاين؟ انت جين زي ولا انت ولا انت مين فيهم؟ شفتي الحفلات، انا في الحفلات ما بغنيش قديم كتير على فكره. يعني في حفلاتي هتلاقيني دايما بغني مثلا بهاء سلطان، شيرين، انغام، عمرو دياب في الحفلات. الا بقى لو حاجه موسيقى عربيه. فمش هتلاقيني بغني موسيقى عربيه كتير زي زمان. فانا يعني انا بس انا بحب الموسيقى العربيه، فانا في لو معايا العود بقعد اصلا. طب انت معاك يعني العود بقى مالكش حجه بقى. بس هو يعني انا نسيبه النار. اكيد. انا ازاي ممكن واحد يقدر يعني، انت قلت نفسك في الموسيقى العربيه، طبعا في شباب كتير جدا في الموسيقى العربيه موهوبين جدا جدا، بس قليل اللي بيعرف ان هو يطلع خارج نطاق الاوبرا او الموسيقى العربيه ويقدر ان هو يكون ليه تواجد سواء كسنجل او سواء كحتى بروديوسر او كده. ايه يعني ايه اللي مطلوب؟ هل مثلا لازم يكون عندك ذكاء على السوشيال ميديا اكتر؟ تسوق لنفسك ازاي؟ وانت عملت ايه؟ هل كنت واعي لده؟ هو انا كنت زي ما انت بتقول كده، كان بالنسبه لي مش عايز ابقى اتحط في اطار معينه ومش عارف اخرج منها. أوكي. فكنت دايما بحاول ان انا لا اعمل ده واعمل ده. اول ما السوشيال ميديا ظهرت يعني بقت بقوه فانا ابتديت اشتغل عليها جامد. بقيت اعمل حفلات، ما بقتش يعني بقتش الحفلات ممكن اغني فيها حاجات معينه بس تبقى الاكثر شبابيه. مع ان انا اصلا يعني اللي انا المرجعيه بتاعتي يعني عود بقى ودراسه قديم، قديم كلاسيكي جدا. بس كلاسيكي. يعني عرفت اعمل ده الحمد لله، الناس قبلته مني يعني لما بقيت اغني فاكتشفت ان انا لا يعني مش موسيقى عربيه بس، انا الاثنين. اول سنجل عملتها كانت ايه بقى بتاعتك انت اوريجينال؟ كانت من 4 سنين باين او 5 سنين، كانت نية صافيه اسمها. ايوه. بعد كده بقى عملت بعديها 4 5 اغاني تقريبا. طب ايه الاغنيه اللي تحب تسمعها دلوقتي بقى اوريجينال من شغلك انت وبعد كده ترجع تاني للكفرز؟
ممكن اقول لك اخر اغنيه. يلا اسمها ايه؟ اسمها منحوس. كلمات مين؟ كلمات ده انا كده هنسى كده، استنى بس انت بتورطني. طب نسمعها بقى بتفتكر. يلا يلا ماشي. يلا بينا. يا راجع لي بضعفك وبشوقك وفاكرني هحن عليك، مش طالبا فتح في دفاتر ريحنا الله يهديك، عم الحنية لعب غيرها كان فين قلبك ده زمان، لا حط في بطنك بطي خاصفي انا مش هغلب بعدي، من يوم ما عرفتك وانا منحوس نازلة ترخ البلاوي، في الكدب كبير استاذ تبرير غاوي في راس الحكاوي، لكن على مين ده انا عم ولا انت يعني فاكرني هاوي، ده العبد لله يدخل جحر التعبين يطلع حاوي. كلمات احمد العزب، الحان محمد عبد المجيد الله يرحمه، توزيع سيكا. افتكرت ما غديت. افتكرت كله الحمد لله، عادت الي الذاكره. مين اكتر حد بتحب تعمله كوفرز؟ الفتره الاخيره كنت عامل الكوفر لإليسا وانتشر قوي على التيك توك. سمعنا. لو تعرف انا مش هسيبك، انا عايزه استمتع. ده انتشر جامد قوي يعني بصوتك طول الوقت. طب استني اقول لك. انت بتنزل بقى على تيك توك انستغرام كله كله؟ اوكي. لو تعرفوا لو يومي قابلكوا اسألوا ليه الايام ياخدوا، لو تعرفوا لو يوم شفتوا كلموا عن ناس هنا بيحبوا، وفكروا فاتني وبستنى كمان بأعرفوا من فات حبيبه تاه، وبسألوا ازاي وازاي حاله في باله او مش في باله، منساش هوانا وامانا كل اللي اتقال قولوا، فكروا فاتني وبستنى كمان بأعرفه من فات حبيبه تاه. الله الله ايه الجمال ده؟ جولتك الاخيره بقى كانت فين؟ انا عارف بتعمل جولات مش بس في مصر، بتعمل كمان جولات في الخارج، احكي لنا كده جولتك الاخيره كانت فين؟ وانا عارف الجمهور العربي كمان ما شاء الله بقى عندك قاعده دلوقتي هناك، كانت ازاي وايه بقى الحكايه وبيحبوا يسمعوا ايه؟ هي جت من هم، لا هم سلطنه سميعه يعني جدا جدا. عايز اقول لك انا بيطلبوا مني اغاني اصلا انا في العادي ما بغنيهاش خالص. يعني حاجات بقى تراث، حاجات لأم كلثوم بس مش معروف قوي، عبد الحليم بس مش معروف قوي، عبد الوهاب، فهم لا سميع. انا هم بقى ليا جمهور هناك من تيك توك على فكره. فاول حفل اول كام حفله ليا كانوا من سنه، فلما رحت كانت في الدمام، فكنت رايح خايف، انا مش عارف بقى هيجي جمهور ولا لا، انا اول مره اروح، لقيت يعني جمهور كبير كبير جدا يعني. الحفله الثانيه الثالثه الرابعه، لا ده انا اكتشفت ان انا ليا قاعده حلوه هناك في السعوديه بالذات يعني. فعملت بتاع 6-7 حفلات وفي الرياض، فكده رجعت هنا قعدت في مصر شويه، عملت كان لسه عندي حفله من شهرين، ويوم 8/11 الجاي عندي حفله في الرياض يعني. عندي حفله في الرياض، بعد كده عندي تاني حفله بعديها تاني في الرياض وجده والدمام. الحمد لله يعني انا بتبسط وبتسلطن معاهم هناك، هم بيسمعوا يا شريف بطريقه طبعًا غريبه سميعه بجد يعني، وبيبقوا قاعدين ساكتين منصتين بجد. لا وحافظين وكله تتخض يعني، بتابع الحفلات اللي بتتعرض في التلفزيون بتبقى رهيب كله يعني. طب سمعنا بقى، احنا كمان سميعه على فكره. طب ايه اقول لكم ايه؟ طيب كفر بقى حلو، لحد بقى طالما جبت سيره التراث يعني، واغانيك كمان حلوه قوي يعني، مره كفر وبعديها اغنيتك بالظبط زي ما انت عايز. عايز اللي جايه اوريجينال ولا كفر؟ طيب. واشوف فيك يوم عاللي انت عملته فيا، لما انت غدرت بيا
اللي بترضى عليا بكره انا هرضى عليك. اشوف فيك يوم والاقيك تعبان بجرحك وبتشكي عشان اسامحك، تشكيلي وانا افضل اضحك وافرح من قلبي فيك. كلامك تاني مش هيفيدك، محدش ضربك على ايدك عشان تنسى حب زمان. هتمشي بس مش قلقان، هتيجي وابقى فيك شمتان، هتتعب ولسه كمان. الله 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 الله، كلام كبير قوي. عايزين نعرف ايه ردود فعل الناس هنا في مصر بعد اول البوم ليك؟ انا نزلت سينجلز يعني ورا بعض. يعني هو بتبقى فيه اغنيه، يعني اخر اغنيه دي اتسمعت كويس، اللي قبلها اتسمعت نص نص، فبيبقى الموضوع الاوريجينال دايما ما بتبقاش غير الكاونتس، غير الفيوز، الفيدباك مثلا، رد الفعل، مسجز، مش عارف ايه. يعني انا رد الفعل هي بتبقى بالنسبه لي على السوشيال ميديا اكتر يعني، وفي الحفلات. بس رد الفعل الاقوى بيبقى بالذات السوشيال ميديا، يعني تيك توك، انستجرام. تبص تلاقي الناس طبعا يو ساوند بقى بيستخدموا الاغنيه على فيديوهاتهم. فدي فانا باخد بالي من هو دي الحكايه تقريبا يعني. انت بتعرف انت مش محتاج اي وسيله من وسائل الاعلام غير السوشيال ميديا. لا حقيقي. مين من الفنانين قدام وجداد رجال انت شايفه بالنسبه لك موديل او ايدل او شايف المسيره بتاعته حلوه من الشباب دلوقتي حاليا، جيل يعني مثلا تامر حسني حماقي ايا كان، ومن جيل بقى الكبير الكبار؟ لا في كتير يعني دلوقتي في يعني تامر عاشور دلوقتي مكسر الدنيا طبعا، مش طبيعي يعني. حتى صحيح. مفيش اختيار للاغنيه نص نص حتى. ففي لا، وعمرو دياب طبعا يعني طبعا 40 سنة رقم واحد. طبعا عبد الحليم، انا عملت حلقة مع انغام على فكرة. انغام برضو من العقليات اللي يعني لا يعني اختياراتها حلوة، فكر كويس ومن زمان حلوة. ومن زمان عبد الحليم اكتر واحد بالنسبة لي طبعا. انا عايز اسمع حاجة اوريجينال تاني. ماشي، نقول ايه اوريجينال؟ صوت كعبك رني بشوق، فمزاجي يروق وانا روق في المشي، خيالك فوق وانا روحي تروح وتروح، فيبان الحسن يفوح فتنفس منه واروح، والروح تاخد من الروح، ويا روح ما بعدك روح، خدتني لف 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 من وسط ألف 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 ألف، شعرك ستاير طاير مهفهف وانا كعب داير مش عارف اقف. ايه اللي جاي يا ادهم؟ اللي جاي هي المشاريع اللي جايه، في اغنيه بحضرها بس لسه يعني ما جهزتش. وفي بقى الحفلات بتاعت بره يعني بتاعت اوكي السعودية. وجوه ما فيش؟ جوه انا لسه كنت عامل من شهر ونص. عملت حفله وبس بقى يعني، هي الحفله دي اللي عملتها، بعد كده ريحت شويه اشتغلت على الاغنيه الاخيره اللي نزلتها ومسافر. حلو. وترجع على حفلات طبعا. تاني ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. نورتنا يا ادهم، بيست اوف لك، وان شاء الله مزيد من الاغاني الرائعه باذن الله. صوت جميل، موهبه جميله جدا، نتمنى لك كل التوفيق. انا اتشرفت بيك والله العظيم، والله احنا النهارده معاك يا شريف انت ودي، واستمتعنا جدا جدا بالاغاني. نشكرك يا ادهم، نورتنا. شفت الاسبوع الجاي بقى؟ خلص الاسبوع كمان، شفت حلقه ويك اند لذيذ من كده. يعني كلها حاجات جميله. ومش كده، احنا كمان طماعين، مش هنسيب ادهم، هنخرج. احنا بنشكركم على اسبوع كان مليء بالفقرات، يا رب تكونوا استمتعتوا بيها، ونشوفكم يوم السبت ان شاء الله. ومش هنسيب ادهم، ادهم يسمعنا حاجه نخرج طيب بيها في الويكند. نختم بايه؟ نختم حاجه بقى لذيذه كده فريش. حبيبي تجي ليجي انا وانت.
انت كده نصر من تاني وترجع ايامنا ولالينا كده انا وانت تاني حبيبي تيجي نيجي انا وانت كده نصر من تاني وترجع ايامنا ولالينا كده انا وانت تاني ما بلاش تلعب بالنار النار 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 حاسب ده الهوى غدار 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 يا حبيبي يا ضيع نية مش لاقي فيك حنية خليك مع قلبي شوية اوعى البعد يضيعه ده الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه ده الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه وبسأله